سام وليس تشيرش أدلت أرابيك تيم إيه؟ من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل روميا الإصحاح الثاني عشر 1-2. أطلب إليكم أيها الإخوة رأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية، ولا تشاكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. فإني أقول بنعم المعطاة لي لكل من هو بينكم أن لا يرتقي فوق ما ينبغي أن يرتقي، بل يرتقي إلى التعقل كما قسم الله لكل واحد مقدارا من الإيمان. فإنه كما في جسد واحد لنا أعضاء كثيرة، ولكن ليس جميع الأعضاء لها عمل واحد، هكذا نحن الكثيرين جسد واحد في المسيح وأعضاء بعضا لبعض، كل واحد للآخر، ولكن لنا مواهب مختلفة بحسب النعمة المعطاة لنا. النبوة فبالنسبة إلى الإيمان، أم خدمة ففي الخدمة، أم المعلم ففي التعليم، أم الواعظ ففي الوعظ، المعطي فبالسخاء، المدبر فبالابتهال، الراحم فبالسرور، المحبة فلتكن بلا رياء، كونوا كارهين الشر متصلين بالخير، وادين بعضكم بعضا بالمحبة الأخوية، مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة، غير متكاسلين بالاجتهاد، حاضرين في الروح، عابدين الرب، فرحين في الرجاء، صابرين في الضيق، مواظبين على الصلاة، مشتركين في احتياجات القديسين، عاكفين على إضافة الغرباء. باركوا على الذين يضطهدونكم، باركوا ولا تلعنوا، فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين، مهتمين بعضكم بعضا اهتماما واحدا، غير مهتمين بالامور العادية، بل منقادين الى المطلعين. لا تكونوا حكماء عند انفسكم، لا تجازوا احدا شر بشر، معتنين بالامور الحسنة قدام جميع الناس، إن كان ممكناً فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس. لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء، بل أعطوا مكاناً للغضب، لأنه مكتوب لي النقمة أنا أجازي يقول الرب. فإن جاء عدوك فطعمه، وإن عطش فاسقيه، لأنك إن فعلت هذا تجمع ضمر ناراً على رأسيه. لا يغلبنك الشر، بل يغلب الشر بالخير. لحن في ابنكم 1-2. خنا عني شلا
عم صار. 1 2. One, two.